أنهت القيادة البرية في الجيش الجزائري ملفاً قانونياً للقضاء الدولي تطالب فيه بتعويض شامل عن عملية اليربوع الأزرق جربواز بلو، وهو اسم الشيفرة لعملية نووية لأول سلاح لفرنسا، سلاح نووي بالطبع، على الساعة 7:04 في اليوم 13 من فبراير 1960 في ناحية الرجان تحت إدارة قسم الصحراء، وفي 13 من فبراير 2021 أنهت قيادة القوات البرية الجزائرية الملف القانوني للتعويض عما حدث، ورفض السفير الفرنسي فرانسوا غيات تلقي هذا الملف بشكل غير رسمي إلى الآن، وهو ما أثار ضجة في الصالونات السياسية بين باريس والعاصمة الجزائر، ويعمل الجزائريون من جهة على تثبيت حقوقهم السيادية على هذه الأراضي، وأيضا دفع فرنسا إلى تنازلات للاستثمار فيها عوض منافسة الأمريكيين في خطتهم التي بدأها قرار ترامب. وبعيدا عن اللون الأزرق الذي يرمز لهيمنة فرنسا على العالم ومصالح العاصمة باريس في الخارج، فإن الجيش الجزائري قام بتقييم الأضرار ووصلت إلى 40 مليار يورو. وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. الفرنسيون قدروا، الجزائريون لم يقرروا، لم يقدروا. هذا هو ما عليه ملف اليوم تعويضاتي بالنسبة للجريمة النووية في الجزائر في ستينات القرن الماضي. هناك حوالي 40 مليار يورو كما يحددها تماما السفير في مراسلة له بعد أن صرح بشكل رسمي مسؤول عن القوات البرية الجزائرية إلى لوفيغارو بأن على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية، وأن العملية مباشرة بأن بولياغ أو الملوث، وأيضا الذي سيدفع الثمن، من لوث سيدفع الثمن. هذه المعادلة الأولى التي يجب أن يعمل عليها الفرنسيون، وتطبيقا ل 2017 لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد على تحريم السلاح النووي وعلى التعويض عن جرائم ماضيه. في حال استخدامه سيكون التعويض مباشرا لكل من كان ضحية لهذا السلاح. إذن القرار الجمعية العامة كان واضحا وقد مرر بأكثر من 100 عضو، يعني نحن أمام تصويت عالي للغاية، رغم أن المسألة تتعلق اليوم بتعويض أمريكي لضحايا كل من ناكازاكي وهيروشيما، وأيضا بالنسبة للجزائريين فإن لديهم كل الحق القانوني أمام هذا التعويض. والتعويض أتى عن تقرير، والتقرير أتى عن القوات البرية، وهذا لديه أكثر من حساب. الحساب الأول هو تثبيت السيادة على صحراء الجزائر بالنسبة للجزائريين. ثانيا الاستثمار الذي يجب أن يكون موازيا لخطوة ترامب من الاتجاه الآخر على الجهة الغربية، وبالتالي فإن العملية كلها تجري وهناك حسابات جارية وهناك حسابات دقيقة يمكن أن تستثمرها الجزائر، خصوصا أمام فرنسا في مقابل أمريكا على الأطلسي. وثاني مسألة بالنسبة لتعويض مباشر على الأرض التي عمل عليها الفرنسيون، وبالتقنية أيضا التي معروفة جدا أنها متقدمة، التقنية النووية متقدمة بالنسبة لفرنسا. وهناك اقتراح بالنسبة لساركوزي حول
أكثر من مفاعل نووي يعطي الطاقة للجزائريين، وهو ما كان يرغب فيه من ليبيا مع القذافي وإلى الأطلسي. كان ساركوزي قد عمل هذه المناورة من أجل إعطاء كل شعب المغرب الكبير هذه المسألة تحديدا، يعني نشر التقنية النووية وهكذا يغطي على الجريمة النووية. كانت هذه إحدى تكتيكات الفرنسي، لكن اليوم هناك رغبة في الاستثمار الاقتصادي ليوازن أمريكا وليوازن من جهة أخرى أيضا فرنسا في هذه المنطقة تحديدا بالنسبة لأزواد. وهذا الانتشار الذي هو في تشاد بشكل مكثف تجاوز كل التخمينات، وأيضا بالنسبة لما يجري عليه الآن في مالي. تشاد ومالي اليوم تقريبا كل الجيش في البلدين والمؤسسات تتحكم فيهما فرنسا، كل القرارات، كل ما يجري في الجيشين تحت السيادة الاستراتيجية الأمريكية، إن لم نقل تحت القرار في باريس. إذن هذه ستعوض من جهتين، أولا إما تسلم التقنية أو التقنية النووية أو السماح بها وإعطائها للجزائريين بشكل مفتوح، وسيكون هذا بمثابة تعويض مباشر بتحويل كل هذه المنطقة إلى مناطق لإنتاج الطاقة النووية، وهذا مهم أمام برنامج نووي جزائري بدأ قبلا. إذن العملية حاليا حول التعويض بالنسبة لفرنسا. اليوم تفكر كيف تتعامل، خصوصا أن السفير لم يرغب في تلقي هذا الملف وهذا التعويض، ولا يريد للدبلوماسية أن تناقش هذه النقطة تحديدا، خصوصا وأن هناك أمر اختصاصات، لأنه إن تسلم السفير فيجب على وزارة الدفاع أن تتحمل المسؤولية، وهل المسألة تتعلق بالخارجية أم بوزارة الدفاع، وطرأ ما قد يسمى بفذلكة حول الاختصاص بالأساس، وأن الأمر لا يتعلق بسفير وإنما يتعلق بوزير الدفاع، والأمر يتعلق بفلورنس بارلي وهي وزير الدفاع. وهكذا نرى بوضوح أن الجيش الجزائري اليوم الذي تحمل المسؤولية سيذهب أبعد، وبالنسبة لقرار رفع السرية فقط على أقل من أو في حدود 52 من 1738 ملفا، فهذا يعني مباشرة أن هناك الكثير الذي لدى فرنسا من جهة، وأن فرنسا لا تريد تحويل التعويض إلى تعويض كما قال ساركوزي بتسليم تقنية نووية مدنية، ولا أيضا باعتباره من التاريخ، وهذا أيضا تجاوزه ماكرون ولم يعترف به، وبالتالي أصبح الأمر أكثر تعقيدا. ولذلك فهو حافظ على جزء من الأرشيف، تصوروا 52 ضمن 1738، يعني أن هناك شيء ما لا زال إلى الآن مستمرا، وهناك أسرار دولة في هذا الملف، خصوصا وأننا لازلنا نذكر جميعا كيف أن هناك جنرال وضابط يقول باتفاقيات سرية كما حدث في البي 2 أو البي 2 ناموس مثلا بالنسبة لهذه القاعدة بين 78 وبين 86، أمام هذا الخلل حتى في نقل ما كان من أسرار سرية، وأيضا كثير من الأشياء التي لا بد للفرنسي أن يوضحها، ولذلك فهو لا يدخلها ضمن الترتيب الزمني، فهو لا يدخلها ضمن الأرشيف ولا ضمن ما يسمى بالتعويض المباشر من نفس الجنس كما يحدث مع التقنية النووية. والآن أصبح فيه التعويض المالي والتعويض الاستثماري، وهذا ضروري لأن الاستراتيجية التي تجري اليوم بين أمريكا وما بين فرنسا يجب أن تدفع فرنسا نحو الاستثمار في الصحراء الجزائرية على الأقل حسب رأي البعض، لكن هناك من
يرغبوا في الضغط الأكبر على فرنسا، وهذا هو المهم في هذه الظرفية تحديدا. وبالنسبة لباريس فمن جهتها فإنها لا ترغب في تسليم أوراقها بهذا الشكل، وهذا ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا. والسفير الفرنسي في الجزائر إلى الآن لا يريد الرد رغم الانتقادات الشرسة للغاية بعد الخروج الذي كان في لوفيغارو، لأنه كان مهما جدا وكان مباشرا جدا من أكبر مسؤول في القوات البرية للجيش الجزائري. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.